بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم 51 من مجموعة الفيديوهات اللي بنسجلها واللي كالعادة بننشرها على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي اسمها احمد توفيق facebook.com/توفيق fans، وعلى الشانل بتاعتنا على اليوتيوب اللي اسمها احمد توفيق youtube.com/@احمد توفيق1، واللي كالعادة بنناقش فيها شرح وحل الضمب الاخير لامتحان سي سي ان اي 200-301. ابقوا معنا. تعالوا ندخل في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت حضراتكم، ونبدا بكويشن 501. بيقول لحضرتك وين كلاينت اند سيرفر ار نوت اون ذا سيم فيزيكال نتورك، لما يبقى الكلاينت والسيرفر مش في نفس النتورك. Which device is used to forward requests and replies between the client and the server for a DHCP? هو مش device، هي تكنولوجيا، هو command. ماشي، لما بيبقى الكلاينت بره النتورك، طبعا انت عارف ان الكلاينت لو هو في نتورك وDHCP server في نتورك تانية، يبقى DHCP discovery message مش هتعدي، لان انتوا عارفين DHCP discovery message local broadcast، مبعوتة لكل الناس، وعارفين ان الراوتر ما بيعديش البروكاست. فايه اللي يخليها تعدي؟ الاي بي هيلبر ادرس، انك تيجي على الراوتر، على الانترفيس بتاعت الراوتر اللي بتساب الدي اتش تي بي، وتقول لها اي بي هيلبر ادرس، وتكتب الاي بي اليونيكاست بتاع السيرفر، فالمعلومه تبعت برودكاست من البي سي لحد الراوتر، وتتحول من برودكاست اليونيكاست وتعدي تروح للسيرفر. مين اللي بيعمل كده؟ الدي اتش تي بي ريلي ايجنت طبعا، الاجابه رقم ايه؟ ولا السيرفر دي اتش تي بي سيرفر، ولا الديسكفري، ولا الدي اتش تي بي اوفر؟ طبعا الريلي ايجنت اللي هو الهيلبر ادرس. طيب كويشن 502، دراج ودروب. بيقول لك دراج اند دروب كويشن، دراج اند دروب ذا فانكشن اوف دي اتش تي بي فروم ذا ليفت، وظيفه الدي اتش تي بي الموجوده على الليفت اون تو اني اوف ذا بوزيشن في اي مكان اون ذا رايت، نوت اول الفانكشن ار يوزد. اكيد طبعا مش كله شغال. طيب يعني مين من دول يعتبر وظائف يقوم بيها الدي اتش تي بي؟ بيبروفايد لوكال كنترول فور النتورك سيجمنتس يوزنج الكلاينت سيرفر سكيم. اه صح، ما ازاي هو مش بيوزع اي بي هات؟ ما هو لما بيوزع اي بي هات فانت تقدر تمانج الجهاز لانه خد اي بي، وده بيعتمد على كلاينت سيرفر سكيم، فهو بيخليك تقدر تعمل لوكال كنترول على الاجهزه لما بيديها اي بي. يبقى الاجابه دي تيجي اوكي ماشي. يوزس اسرتيف سيرفر فور فورس، دي اكيد فور ريكورد، فور ريكورد انا اسف. يوزس اسرتيف سيرفر فور ريكورد كيبنج، لا انت كنت بتتكلم في دي ان اس. طيب بيمنتين الاي بي ادرس بول، هو عايز كام؟ 1 2 3 4، احنا خدنا واحده. بيمنتين الان ادرس بول، بيعمل ادرس بول اللي هو البول بتاعت العناوين، يبقى دي الاجابه رقم 2 من 4. طيب بيأسوشيت الهوست نيم تو اي بي ادرس، لا ده انت كنت بتتكلم في دي ان اس برضه. طيب بي اوفر دومين نيم سيرفر كونفيجريشن، برضه دي ان اس، يبقى كده فاضل اثنين، اكيد هما الاثنين دول. بي ريديوس ذا ادمنستريتيف بيردن، بي ريديوس ذا ادمنستريتيف بيردن فور اون بورد اند يوزرز، بيقلل الهيدك اللي على اليوزر، اللي على الادمنستريتور للاند يوزر، لانك ما بتديش اي بي للاند يوزر، هو هيوزع لهم هو الاي بي هات. يبقى الاجابه دي كمان صح، واكيد الاجابه دي صح. بيأساين الاي بي ادرس تو لوكال هوست، بيدي الاي بي ادرس للهوست فور ا كونفيجريشن ليز تايم، بيديك اي بي لمده ليز بيريود. كلام سليم فعلا. بيمنتين الادرس بول، مش مهم الترتيب، بيمنتين الادرس بول، بيبروفايد لوكال كنترول فور ذا نتورك سيجمنت عن طريق ان هو بيدي اي بي فاقدر امانج الاجهزه دي. بيريديوس الادمنستريتيف بوردن فور اون بوردنج فور اون بورد اند يوزر، بيقلل الهيدك على الادمن من ناحيه الاند يوزرز، لان بياخدوا اي بي هات اوتوماتيك، ما بيقعدش يدي اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس، وبيأساين الاي بي ادرس. كلام سليم. كويشن 503 بيقول لحضرتك which plan is centralized by an SON controller. طبعا دي اكيد SDN، دي غلطه، دي SDN. طبعا مين اللي بيعتبر centralized، الكنترول بلان ولا الداتا بلان؟ الكنترول بلان، الاجابه رقم بي، مش المانجمنت طبعا، مش الداتا ومش السيرفس، يبقى الاجابه رقم بي. مش فاهم؟ ارجع لفيديو الاوتوميشن والبروجرامابيلتي. طيب كويشن 504 بيقول لحضرتك ان انجينير كونفيجرز انترفيس جيجا 1 على 0 اون ذا كمباني بروفايدر ايدج راوتر تو كونكت تو ان اي اس بي، انترفيس مظبطها تتوصل على اي اس بي. فبيقول لك النيبر ديسكفري ديسيبلد، النيبر ديسكفري السي دي بي او ال ال دي بي ديسيبلد. فبيقول لك which action is necessary to complete the configuration if an ISP used third party، third party يعني مش سيسكو، يبقى ال ال دي بي.
نتورك ديفايسز. دخل على الانترفيس وعمل ديسكريبشن معين وخلى الدوبلكس والسبيد وعمل نيجوشيشن اوتو وحدد ال ال دي بي ترانسميت وال ال دي بي ريسيف. ايه اللي ناقص؟ ننيبل ال ال دي بي جلوبالي. اه طبعا من على الجلوبال كونفيجريشن لازم تكتب ال ال دي بي ران. عرفت منين؟ ما هو بيقول لك سيرت بارتي وهو عايز يشغل، وبيقول لك هنا ان الديسكفري ديسيبلد احنا عايزين نفعلها، يبقى ال ال دي بي انيبل ال ال دي بي ران. انا اسف، لو على الانترفيس يبقى ال ال دي بي انيبل، لو على الجلوبال كونفيجريشن عشان يبقى جلوبالي يبقى ال ال دي بي ران. يبقى الاجابه ايه؟ ولا ديسيبل اوتو نيجوشيشن ملوش علاقه خالص بعمليه النيبر ديسكفري از ديسيبلد، ولا ديسيبل سيسكو ديسكفري بروتوكول كده كده هو مش سي دي بي لان انت بتتكلم على ثيرد بارتي، ولا انيبل ال ال دي بي مد. ال ال دي بي مد ده لما يبقى اللي وصل عليك تليفون بي سي، انما انت هنا بتتكلم في نتورك يبقى انيبل ال ال دي بي جلوبالي. الاجابه رقم ايه؟ كلام سليم. طيب 505 يعني 5505 في عين العدو. بيقول لك وات ذا بنفيت اوف كونفيجرنج بورت فاست. لسه حالين عليه سؤال في الفيديو اللي فات، البورت فاست اللي بتيميديت فورورد البورت عشان متوصله على بي سي. بيقول لك افتر ذا كيبل از كونكتد، بعد ما نوصل الكابل الانترفيس از ذا فاستست سبيد، الانترفيس هيستخدم اعلى سرعه افيلبل في الكيبل. لا طبعا مفيش كلام دوت. ولا افتر ذا كيبل از كونكتد، بعد ما الكابل يتوصل ذا انترفيس is available faster، بتكون available اسرع من الاول. اه ما بتستناش 30 ثانيه listen learn immediate forward to send and receive user data. يبقى الاجابه بي صح 100%. ولا the frames entering the interface are marked with the higher priority. لا 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 ده مش quality of service، بيحط priority على interfaces على المعلومات اللي داخله ليها. ولا real time voice and video frames entering the interface are processed faster. لا 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 انت كده بتتكلم على النيتف فيلان، هي اللي هتخليك تحط الناس دول في نيتف عشان يعملوا بروسيسنج اسرع. كل الحكايه انها بتيميديت فورورد البورت، بتخلي البورت تدخل في حاله الفوروردنج على طول ما بتستناش 30 ثانيه. يبقى الاجابه رقم بي كلام سليم. دراج ودروب تاني. 506 بيقول لحضرتك دراج ودروب كويستشنز الدي ان اس لوك اب كومبوننت فروم ذا ليفت اون تو ذا فانكشن اوف اون ذا رايت. الدي ان اس دومينيم سيرفيس او دومينيم سيستم، دومين كاش نيم ريزولفر دي ان اس نو اي بي دومين لوك اب. هناخد من هنا نحط هنا. بيقول لك سيرفيس ذات ماب الهوست نيم تو اي بي ادرس. الدي ان اس هو اللي بيحط الدومين نيم اسم الحاجه للاي بي بتاعها، عشان لما تيجي داخل على موقع ما تحفظش اي بيات، لا تكتب اسماء. ماشي. اللوكال داتابيز اوف ادريسز اوف ادرس مابنج ذات امبروفز نيم ريزوليوشن بيرفورمانس. لوكال داتابيز يبقى انت كده بتتكلم في الكاش. ما هو انت لما بتيجي داخل على موقع بيتكيش لوكالي عليك الاي بي والاسم بتاعه، علشان لما تيجي داخل عليه تاني ما نروحش نسال الدي ان اس، لا لوكالي داتابيز عندك الجهاز بتاعك بيسال نفسه قبل ما بيسال الدي ان اس سيرفر. يبقى ده الايه 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 احنا قلنا اول واحده دي ان اس، ثاني واحده هتبقى الكاش. طيب ان ريسبونس تو كلاينت ريكويست، بناء على الكلاينت ريكويست query name server for the IP address information. طبعا ده النيم ريزولفر. تمام. component of a URL that indicates the location or organization type. طبعا URL اللي هو uniform resource locator اللي هو اسم الموقع اللي انت بتدخل عليه اللي هو الدومين نيم. ده الدومين نيم كلام سليم. disable DNS services on a Cisco router. طبعا من على global configuration بتقول no IP domain lookup، هو ده اللي بيوقف ال DNS. يبقى اول واحدة قلنا DNS، تاني واحدة قلنا cache، تالت واحدة قلنا النيم ريزولفر، اللي بعد كده الدومين، والاخيره نو اي بي دومين لوك اب. دي ان اس كاش نيم ريزولفر دومين ونو اي بي دومين لوك اب. الاسئله المره دي سهله قوي صريحه. كويستشن 507 بيقول لك دراج ودروب برضو، بيقول لك دراج ودروب الستيتمنت اباوت النتورك نتوركينج فروم ذا ليفت انتو الكورسبوندينج نتورك تايبس اون ذا رايت. نوت اول ستيتمنتس هتستخدم اكيد، لان دول خمسه ودول اربعه. الكنترولد بيز نتورك اللي هي بتاعه الدي ان اي، الترديشنال نتورك اللي هي النتورك العاديه. ماشي. بيقول لك ذا تايب ديبلويز كونسيستنت كونفيجريشنز اكروس مالتيبل ديفايس. دي كده الكنترولد بيز نتورك، انك انت عندك شويه كونفيجريشن كده بتتبعت لمجموعه من الاجهزه، فبنعملها على الجهاز الاساسي اللي هو الدي ان اي وهو اللي يبعتها للناس، يبقى دي كنترولد بيز نتورك. ديستريبيوتد كنترول، بص ديستريبيوتد من غير ما تفكر تراديشنال. ديستريبيوتد كنترول بلان از نيدد، طبعا دي تراديشنال لان في الكنترولر بيبقى سنترلايزد كنترول بلان.
This type require distributed management plan برضو ما distributed يعني على كل الأجهزة مش centralized، يبقى أنت بتتكلم في traditional network. يعني الاثنين distributed دول هيجوا هنا، والديبلويمنت انك انت تعمل كونفيجريشن وتبعت لاكتر من حد هتبقى كنترولد. فاضل واحده من الاثنين. الساوث باوند اي بي اي بتستخدم لابلاي الكونفيجريشن. اه ما هي الساوث باوند هي اللي بتبقى من الكنترولر الى الاند ديفايس، فهي اللي بتستخدم في عمل الكونفيجريشن صح. يبقى اكيد مش هتستخدم النورث باوند. النورث باوند اي بي اي بتنتراكت وذ الاند ديفايسز. لا، النورث باوند هي اللي بتيجي من الديفايس بتاعك، جهاز الكمبيوتر بتاعك، من الابلكيشن بتاعك، وتروح لمين؟ وتروح للكنترولر. لكن من الكنترولر للاند ده ساوث باوند. يبقى النورث باوند دي مش هتستخدم. كلام سليم. التراديشنال فيها الاثنين ديستريبيوتد، والكنترولر فيها الساوث باوند اي بي اي وفيها الديبلوي للكونفيجريشن وتبعتها اكروس مالتيبل ديفايسز. كلام سليم 100%. دراج ودروب، بقى لنا كتير ما حلناش دراج ودروب. دراج ودروب الاي بي فيرجن 6 ادرس تايب كاركترستيك فروم ذا ليفت تو ذا رايت. الجلوبال يونيكاست، طبعا الجلوبال ده اللي هو البابليك اللي انت بتطلع بيه على الانترنت. اللينك لوكال ادرس زي الابيبا اللي هو بدايته اف اي 80. طيب بيقول لك كونفيجرد اونلي وانس بير انترفيس، بيتعمل مره واحده على الانترفيس اللي هو اللينك لوكال ادرس. مجرد ما بنينيبل اي بي فيرجن 6 بتاخد لينك لوكال من نفسها كده اللي هو بدايته اف اي 80. يبقى كونفيجرد اونلي وانس ده لينك لوكال. ايكويفالنت تو بابليك اي بي فيرجن 4، طبعا ده الجلوبال يونيكاست اللي بدايته 001 ماسك 3. Attached to a single subnet، طبعا ال FE 80 اللي هو اللينك لوكال. Routable and reachable via الانترنت، طبعا الجلوبال لان اللينك لوكال ده بيعتبر برايفت داخلي ما بيطلعش على الانترنت. الجلوبال يعتبر equivalent ال IP version 4 وconfigured only once per interface. لا طبعا، لا انا ممكن ادخل وغير الجلوبال يونيكاست، لكن اللينك لوكال بياخده اوتوماتيك، يعني دي مفروض تنزل هنا وبعدين عامل في اللينك لوكال ادرس ان هو راوتابل. لا طبعا، الاف اي 80 زي الابيبا ده نون راوتابل ادرس، ده ما يطلعش على الانترنت. لا 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 غلط، المفروض كونفيجرد اونلي وانس دي تيجي عند اللينك لوكال، ومفروض ان الراوتابل وريتشد فايل انترنت تيجي عند الجلوبال. يعني بدل الاثنين دول مكان بعض، الاثنين دول يبدلوا مكان بعض. الاجابه دي غلط. 509 ريفير تو ذا اكزابت، بيقول لك بتوين ويتش زونز دو وايرلس يوزرز اكسبكت to experience intermittent النت هيقطع او النتورك هتقطع فين؟ ما بين اني زونز؟ طبعا دي محتاجه تركيز سيكا بسيطه عشان بصوا هعمل لك شانل ايه مايله الناحيه دي ناحيه الشمال بالنسبه لي انا ناحيه الشمال، والشانل 6 ناحيه اليمين، والشانل 11 مربعات. طبعا تعالى بقى نبص كده، زون 1 ناحيه الشمال يعني 1، 2 ناحيه اليمين. طب بص اهم حاجه ما فيش 2 يبقوا لازقين في بعض جنب بعض شبه بعض، سواء فوق بعض او تحت بعض، لان طبعا انت عارف ان المفروض نون اوفرلابنج شانل، يعني تحط شانل 1 6 11 1 يبقى تحتها 6 وهكذا، ما تخليش 2 شبه بعض لا جنب بعض ولا تحت بعض. لو بقوا جنب بعض او تحت بعض لما تيجي تتنقل من المنطقه دي هتلاقي في عندها تقطيع، لان كده بقت اوفرلابنج مش نون اوفرلابنج. يبقى 1 و2 سليم، 2 و3 سليم لان دي مربعات ودي مايله ناحيه اليمين. 3 و4 3 و4 الزون 3 والزون 4 الاثنين لو خدت بالك هتلاقيهم زي بعض بالظبط، فطبعا هيبقى فيه هنا تقطيع في النتورك ما بين زون 3 وزون 4 لانهم اوفرلابنج شانل مش نون اوفرلابنج شانل. فين بقى 3 و4؟ يبقى الاجابه رقم سي. الاجابه رقم دي ما بين زون 3 وزون 6، زون 3 مربعات وزون 6 مربعات. الاجابه رقم دي زون 3 ان زون 6. والله هي زون 3 وزون 6 بس ما هو يعني 3 و6 صح، لو انا مش شايف غلط 3 و6 مربعات تحت بعض كده، فانت لما تيجي تموف من هنا لهنا برضو هيحصل نفس الحكايه، بس 3 و4 دول جنب بعض. يعني احنا لو قلنا ان احنا هنمشي كده او هنمشي كده مش هنمشي كده، لا يبقى زون 3 وزون 4 اقرب للصح. لا لا لا، زون 3 وزون 4، لان انت لو خدت بالك هتلاقي ان هو تقريبا مش هيمشي كده، لان لو خدت بالك هتلاقي ان زون 2 وزون 5 الاثنين زي بعض، فانت لو هتعتبر زون 3 وزون 6 علشان مربعات زي بعض، طب ما زون 2 وزون 5 الاثنين ماشيين ناحيه اليمين، يبقى كده غلط. الاجابه الصح زون 3، لان احنا دايما بنظبط الزون كده وبنظبط الزون كده تحت بعض وجنب بعض مش سامبوكسات. يبقى زون 3 وزون 4، الاجابه 3 و4، الاجابه رقم سي هي الصح، الاجابه دي غلط. كويستشن
510 بيقول لحضرتك refer to the excerpt a network engineer is in the process of establishing the IP connectivity between two sites. بيعمل IP connectivity من الاثنين سايت دول. فيقول لك ان الراوتر A and router 1 انا اسف and router 2 are partially configured, يعني عليهم شوية configuration بسيطة. With the IP addressing both routers have the ability to access the devices on their respective LANs. كل جهاز من دول بيقدر يوصل للأجهزة اللي عنده في اللام بتاعته. ماشي. Have ability, تمام. فبيقول لك which command set a configuration set configure the IP connectivity between the devices located on both LANs in each site. ازاي نخلي اللانات اللي هنا تكومنيكيت مع اللانات اللي هنا؟ Routing طبعا. ماشي. على راوتر A الإجابة رقم A بيقول لك ان احنا على الراوتر الاولاني نكتب IP route ونكتب الشبكة. وريني كده الشبكات. راوتر واحد وراه 192.168.1 وراوتر اتنين وراه 10 والاتنين انترفيس جيجا 0.0. ماشي. يبقى الاولاني 192.168.1 والتاني 10. يبقى على الراوتر الاولاني اي بي راوت 192.168.1. لا غلط طبعا, ما هو الراوتر الاولاني يعرف ده كونكتد عليه, المفروض تعمل ستاتيك روت ل 10. يبقى الاجابه ايه؟ غلط. ما تبصش, ما كملش. الاجابه بي بيقول لك ان هو عمل اي بي روت ل 192.168.1, برضه غلط. ما 192.168.1 دي الكونكتد عليه اصلا, يبقى سيبك من بي. الاجابه رقم سي عمل اي بي روت. هو عايز كام اجابه؟ معلش انا بس اجابه واحده. الاجابه رقم سي وقف على الراوتر الاولاني وقال اي بي روت اي شبكه باي ماسك. ماشي, وريني كده. والاجابه رقم دي عمل اي بي روت اي شبكه باي ماسك. طب حلو, تعالى بقى ما نشوف النكست هوب, محتاجين نفتكرها. يبقى بالنسبه للراوتر الاولاني المفروض النكست هوب 226, وبالنسبه للراوتر الثاني المفروض نكست هوب 225. على الراوتر الاولاني يبقى ناحيه 226 غلط. الاجابه سي غلط. هو الطريق صح بس مش ناحيه 225, المفروض ناحيه 226. يبقى اكيد الاجابه رقم دي. اي بي راوت اي شبكه باي ماسك ناحيه 209.165.226. وعلى الراوتر الثاني اي بي راوت اي شبكه باي ماسك ناحيه 225. يبقى الاجابه رقم دي. رقم ايه؟ ايه الغباء ده؟ طبعا غلط بنسبه 100%. ارجع تاني كده اهو. الراوتر ده مش هتعمله ستاتيك روت ل 192, ما 192 دي كونكتد عليه اصلا. هتقول له اي بي راوت 0000000 اي شبكه باي ماسك ناحيه جيجا 0 على 0 او ناحيه النكست هوب 226. وبالنسبه للار 2 هتعمل برضو اي حاجه ما يعرفهاش ناحيه النكست هوب 225. يبقى كده الاجابه رقم دي بدون اي نقاش. الاجابه ايه؟ غلط. طبعا واضح ان في تقريبا ثلاث اسئله او اربع اسئله في الفيديو ده اجابتهم خاطئه. في النهايه كالعاده لو حسيتوا باي استفاده ارجوكم لا تنسوني من الدعاء بالخير بظهر الغيب. سعدت بلقائكم, أتمنى أن أكون قد أسعدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.